السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الخامس من أدوات وطرق إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم. دلوقتي نشوف البرومت إزاي نحن نسأل الذكاء الاصطناعي سؤال وناخد الإجابة، سواء بتسأل شات جي بي تي، بتسأل كوبايلو، بتسأل كاتب، بتسأل جيميناي، هي نفس الفكرة. أنت بتسأل وبيبدأ إن هو يدور في الداتا كلها ويجيب لك الملخص. فخلينا مثلا اكتب مقطع من 500 كلمة لطلاب الصف السادس عن كساد الكبير. طيب خلينا نروح مثلا لهنا شات جي بي تي، هديله السؤال. خلي بالك احنا حددنا له لطلاب سنة كذا، انا ممكن اسأله عن الكساد الكبير يجيب لي حاجات صعبة جدا لطلاب جامعة، انا حددت له الطلاب، ممكن اقول له مثلا سنة اولى ابتدائي فيبدأ يبسط الحاجة الاولى ابتدائي. طيب وتعالى بقى نروح لكاتب من الموقع العربية المحترمة، يعني اقول له عايز اكتب مقال، تمام؟ فهتقول له مثلا باللغة العربي، نوع المحتوى زي بقى ما انت عايز، فقرة، قائمة، كيفية، هنا ودود، واقعي، متفائل، احترافي، خليها احترافي، ونقول له اكتب. ونروح لجيميناي ونديله برضو نفس السؤال. يبقى كده انا بستعين بالذكاء الاصطناعي في ان هو يحضر معايا الدرس بشكل دوت، تمام؟ طيب ممكن هنا جيميناي برضو جاوب على الاسئله هو بالشكل دوت وشات جي بي تي. فانت تبدا تجرب وتشوف انهي واحد فيهم الانسب بالنسبه لك. طيب شرح التفاعلات الكيميائيه على مستوى الصف الثامن، الافضل كل مره تقول له انا عايز واحد جديد، على اساس لو انت بتسال في سياق مختلف، يعني ده كان اقتصاد وده كيمياء، فعشان ما يدخلوش في بعض ممكن يعملهم في جور، ماشي؟ طيب ممكن تقول له اكتب خبر صحفي زي ما انت عايز بقى، تمام؟ بصيغة المخاطب المتكلم زي ما انت عايز، وكذلك نروح لجيميناي ونسأله نفس السؤال. فضرب مثال بسيط، خل وبيكنج صودا، فهو ده التفاعلات الكيميائية وأمثلة التفاعلات الكيميائية والحاجات دي كلها. وشات جي بي تي كتبها يمكن أكاديمي يعني حاطتها أكاديمية شوية، وكاتب برضو عمل مقطع تعليمي عن الكاسات. طيب انا لسه بحضر اسئلة للطلبة عشان اسألهم، فهقول له اعمل لي 10 اسئلة، بدل ما اقعد افكر في امثلة هو يجهز لي الامثلة ديت. ونروح لكاتب، تقدر منها تنسخ الكلام، روابط داخلية، تدقيق لغوي عشان تأكد ان مفيش حاجة فيها مشكلة، وده اللي تقدر تقول له انا عايز هديك رابط معين، هو ده اللي جهز الاسئله من خلاله، او نبذات او امازون، يعني بتحدد ايه المكان اللي يقدر يدور فيه على المعلومات ديت. وطبعا هنا عامل زي الوورد، تقدر ان انت تحط صوره، تقدر تغير كلام، فهنا كانك فاتح برنامج الوورد العادي. طيب نشوف امثله تانية الاسئله اللي احنا ممكن نعملها. اعمل لنا مسائل رياضيه على الكسور، عشان الطلبه في الصف الرابع يفهموا الكسور. خد كلمه الصف الرابع من هنا من السؤال اللي قبل دوت، لان السؤال ده انا ما قلتلوش الصف الرابع. اعمل لي ورقه عمل، اصلح هذا رمز الروبوت. طيب خلينا نجرب، لو انا سأل سؤال ناقص هيقول لي طب انت عايز تتكلم عن ايه، يعني لو قلت له ترجم لي النص وما اديتوش نص هيقول لي اديني النص، تمام؟ يعني عمل لي ورقة عمل اقدر ان انا اطبعها
بس على يعني حطها على الوورد الاول، بعد كده اطبعها بالشكل دوت. طب اعمل لي 10 أسئلة للمناقشة. تعال نسأل حاجة تانية. الجيميناي لازم اديله ملف بي دي اف، لو انا ما اديتوش ملف بي دي اف هيقول لي انا محتاج بعض المعلومات الاضافية، ارفع لي ملف البي دي اف عشان اعرف. هنا الجيميناي حتى الان بيقول لي ارفع صور. طب لو انا عايز ارفع ملف بي دي اف هاجي هنا واقول له ابلود فروم كمبيوتر، واختار ملف بي دي اف ارفعه واساله عن الملف دوت. ماشي. طيب انا مش عايز افتح ملف يكون فيه حاجات خاصة، ف دوت مثلا. الغي بقى كلمة تحتاج الى مكون اضافي وارفع الحاجة. ازاي عمر اتعرف على مفهوم البيم وبدأ ان هو يجاوب؟ طبعا المقابلة دي بقى لها كتير، انا 19 سنة دلوقتي، 19 سنة خبرة، ما عنديش 19 سنة عشان ما حدش يفتكر اني بصغر نفسي. ايوه عايزين 10 ألعاب. تمام. طيب تعالى نسأله هنا. ونلغي اللي فات. طيب نروح لأدوات وطرق الذكاء الاصطناعي. توفير معمل علوم، أقدم 5 أمثلة من العالم الحقيقي واختار الموضوع اللي انت عايزه. عايزين مقالة نموذجية بناء على هذا الموضوع، تكتب له بقى الموضوع اللي انت عايزه. تمام. اكتب خطة عمل حول كذا، حول غزة مثلا. فهم الموقع الجغرافي والتاريخ لغزة، تعرف على الجوانب الثقافية والاقتصاد وليه بيسموها غزة هاشم. طيب اكتب لي قصيدة عن موضوع كذا، اعملي درس. انا ما اعرفش ايه هو ال NGSS. طيب ممكن في ايميل ادهوله واقول له ايه، رد على الايميل دوت. تمام. يعني لو انا عندي اي ايميل حد مثلا بيتكلم معايا فاقول له رد على الايميل دوت، فيبدا ان هو يجهز لك الرد. تقراه كويس قبل ما ترد. دي رساله اخباريه. ممكن اقول له اعمل لي خطاب توصيه وادي له السي في بتاعي، اعد كتابه هذه الفقره، ادي له كلام انا كاتبه وهو يحسنه لي، اعمل لي خطه عبر الانترنت، في مشكله عندي مع الطلاب. طب وتحكي له المشكله، لان لو قلت له عندي مشكله وسكت فهيفترض اي حاجه. تمام. طيب افترض، تخيل انك نابليون. بص انا بحب اللعبه ديت. تخيل انك نابليون، أخبرني عن رحلتك لمصر. تمام. طيب هو بيقول لي إن أنت خلصت الرصيد بتاعك في دوت، فممكن أقول له نيوشات وأغير ال طب تعالى نسأل جيميناي. جيميناي لغاية دلوقتي ما زهقش. فبيحكي لك كأن نابليون هو اللي بيحكي لك. تمام. بيقول لك باستخدام النسخة المدفوعة ممكن تحط بي دي اف ويو ار ال. طبعا شات جي بي تي 4 ما بقاش لازم نسخة مدفوعة. اشرح بالتفصيل العصر المميزة للعمارة الإسلامية. طيب خلينا نبدأ بقى شات جديد.
وتعالى بقى نروح لكاتب واكتب. فكتب لي بالشكل دوت. طيب تعالى بقى نروح لكاتب، واروح لكاتب المقال الاحترافي وادي له الفكره واقول له ابدا، فهيبدا بقى يختار عنوان المقال، هيديني كذا حاجه اختار منها. تمام، تقدر تعدل لو انت عايز، تقدر تضيف. وتعالى بقى نشوف المقال اللي هيدوله كاتب المقال الاحترافي، هيديك فعلا حاجه احترافيه. اخترنا العنوان، هقول له بقى ايه، هات لي العنوان الفرعيه، هيقترح عليا. لو انت عندك ملحوظات تكتبها هنا، اختار اسلوب الصياغه، الغائب، عدد كلمات المقال. تمام، الخطوه التاليه هنشتغل على الاني موديل، نوع البيانات لو انت عايز تضيف صور للمقال. تمام، وهكذا. وممكن تنشر على الموقع بتاعك دايركت. ابدأ الكتابة. فهيظهر معانا المقال بالشكل دوت ومحطوط فيه الصور. والختام. وده جيميناي برضو ادانا الإجابة. ممكن تسأله مثلا أنواع الخط العربي، إنجازات علماء المسلمين، مفهوم الزخرفة، وهكذا. ممكن تقول له ناقش القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فأي سؤال في أي مجال تقدر أنت تسأله، لكن المهم يكون عندك القدرة أو الملكة ان انت تناقش الكلام دوت وتكتشف لو في اخطاء تصلحها له.